الناقلة الإيرانية تدخل الغموض من جديد مع عدم وضوح وجهتها حتى الآن. أردوغان لن نسمح لواشنطن بتأجيل خطط إنشاء منطقة آمنة في سوريا. بعد فضيحة جونسون الدستورية، زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي تقدم استقالتها. السراج يصدر أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة في محاور طرابلس. سلامة قمة مجموعة السبع شهدت تطورا مشجعا بشأن الأزمة الليبية. أهلا بكم. إلى أين تتجه ناقلة النفط الإيرانية؟ السؤال لا زال مطروحا، فوجهة أدريان داريا واحد لا تزال مجهولة في ظل التحذيرات الأمريكية من عقوبات ستفرض على الدولة المستضيفة. واليوم الأنباء تضاربت حول صحة خبر دخول الناقلة إلى المياه الإقليمية التركية، فقد أعلنت وكالة سبوتنيك الروسية أن ميناء مرسين التركي استقبل ناقلة النفط، في حين نفى مسؤول تركي ذلك. احتجاز دام لأسابيع وأطلاق سراح دون واجهة محددة استمر لأيام، وبعد الغموض الذي سيطر على مصير ناقلة النفط الإيرانية أدريانا داريا تم الكشف عن الدولة التي استقبلت الناقلة رغم تحذيرات واشنطن. فقد أكدت وكالة سبوتنيك الروسية أن ناقلة النفط الإيرانية دخلت المياه الإقليمية التركية وستفرغ حمولتها في ميناء مرسين التركي، لكن تركيا سارعت إلى نفي ذلك. وأكد مسؤول تركي لرويترز أن الناقلة الإيرانية لم تدخل المياه التركية، وأظهرت بيانات التتبع أن الناقلة موجودة حاليا بين ساحلي تركيا وقبرص وتتجه غربا. هذا ولا يزال أمن الملاحة في الخليج يشغل العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي شدد وزير دفاعها مارك أسبر في مؤتمر صحفي في البنتاغون على أهمية عملية سنتينل لحماية الملاحة في الخليج وبحر العرب وباب المندب، مؤكدا أن العملية بمشاركة البحرين، أستراليا والمملكة المتحدة تسير بشكل جيد. والتقى وزير الخارجية مايك بومبيو بدوره نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وتباحثا الحاجة لتعزيز أمن الملاحة في المياه الدولية. إلى ذلك، نقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية عن وزير النفط الإيراني قوله إن إيران يمكنها إعادة إنتاجها من الخام إلى مستواه قبل فرض العقوبات الأمريكية خلال 3 أيام فقط. من القاهرة معنا الكاتب الصحفي نزار السيسي. سيد نزار، يعني بهذه التحذيرات الأمريكية على أي دولة مستضيفة لهذه الناقلة، ما هو مصيرها برأيك؟ مساء الخير. أنا أتوقع أن مصير هذه الناقلة ستكون في أحد الميليشيات التابعة للجانب الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وهذا مجرد توقع. نعم. طيب ماذا عن الخبر المنتشر حول دخول هذه الناقلة إلى المياه الإقليمية التركية كذلك؟ إن صح هذا، هل سيؤثر على علاقة أمريكا من ناحية وتركيا كذلك؟ بالطبع سيؤثر على العلاقة الأمريكية التركية، وأيضا سيؤثر على العلاقات وعلى أي دولة من الدول المحالفة للجانب الإيراني. نعم. طيب بعد كل ما يحدث اليوم في هذه الناقلة ومصيرها الذي ما زال مجهول إلى حد هذه اللحظة، هل الملاحة البحرية اليوم ما زالت في خطر أو حتى تتأثر بهذه العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة؟ بالفعل تعتبر هذه المنطقة في خطر دائم، طالما تواجدت تلك الشاحنة الغير متوجهة حاليا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي نزار السيسي، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك. في الملف النووي، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه يتعين على الولايات المتحدة احترام الاتفاق النووي ووقف الإرهاب الاقتصادي ضد إيران في حال أرادت واشنطن إجراء محادثات مع طهران. المحادثات الإيرانية الأمريكية مشروطة،
حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن المرشد لن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما لم توقف واشنطن إرهابها الاقتصادي الذي أضر بالإيرانيين العاديين. وأضاف ظريف أن إلغاء العقوبات الأمريكية يمكن أن يساعد أيضاً في إنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة من طرف واحد العام الماضي. في غضون ذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكتين إيرانيتين تتهمهما بتزويد البرنامج الصاروخي الإيراني بمكونات ودعم الأنشطة الصاروخية للجمهورية الإسلامية. وتنص العقوبات على تجميد ممتلكات الأشخاص المذكورين على الأراضي الأمريكية، وتحظر التعاملات التجارية والمالية معهم عبر منع الأمريكيين أفراداً وشركات بما في ذلك الشركات العالمية التي لها فروع أمريكية من التعامل معهم. من جهة أخرى، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن الاتحاد يؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران، لكن فقط إذا تم الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران. كشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله اللبناني بقيادة إيران، ونشر صور وأسماء القائمين عليه من شخصيات لبنانية وإيرانية. التفاصيل في التقرير التالي. كشف الجيش الإسرائيلي أن إيران بدأت محاولات نقل صواريخ دقيقة جاهزة للاستخدام إلى حزب الله في لبنان عبر سوريا بين عامي 2013 و2015، مشيرا إلى أنه تم إحباط معظم هذه المحاولات في ضربات جوية حالت دون تمكن حزب الله اللبناني من الحصول على الصواريخ. ونظرا لهذا الإخفاق، لفت الجيش الإسرائيلي إلى أن إيران قررت في العام 2016 إحداث تغيير جوهري في طرق عملها من خلال عدم نقل صواريخ كاملة، وإنما تحويل صواريخ قائمة إلى صواريخ دقيقة على الأراضي اللبنانية. وفي هذا الإطار تم نقل مواد تدقيق من إيران بالإضافة إلى صواريخ من معهد الأبحاث العلمية في سوريا إلى الأراضي اللبنانية لصالح حزب الله. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم نقل المواد من خلال ثلاثة محاور: الأول بري من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الرسمية للدولة اللبنانية، والثاني جوا من خلال رحلات مدنية تهبط في مطار الحرير الدولي في بيروت، أما الثالث فبحري من خلال مرفأ بيروت. وخلال السنوات 2016 و2018 واجهت إيران وحزب الله صعوبات في تطبيق خطة تحويل الصواريخ وأخفقتا في تحقيق الهدف المنشود. وفي الفترة الأخيرة يسعى الطرفان إلى تسريع مشروع الصواريخ الدقيقة من خلال محاولة إنشاء مواقع إنتاج وتحويل على الأراضي اللبنانية في عدة مناطق. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن شخصيات بارزة متورطة في مشروع الصواريخ الدقيقة، من بينهم العميد محمد حسين زاد حجازي قائد قوة لبنان في فيلق القدس، والعقيد مجيد نواب، والعميد علي أصغر نوروزي، وفؤاد شكر وهو من كبار قادة حزب الله، كما ذكر الجيش الإسرائيلي. الوضع في سوريا والمنطقة الأمنة فيها محور بحث بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذين قررا مواصلة التعاون لحماية المدنيين في منطقة إدلب السورية، في حين بدأت مناقشات في مجلس الأمن الدولي حول إدلب. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنشاء المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا، ويجب ألا يتأخر، وقارن ذلك باتفاق أبرم في السابق مع واشنطن لإجلاء مقاتلي وحدات حماية الشعب من مدينة منبج في شمال سوريا، والذي اتهمت أنقرة واشنطن بتأجيله. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس التركي تحدث هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وقررا مواصلة التعاون لحماية المدنيين في منطقة إدلب السورية. عقب ذلك بدأت مناقشات بين بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في إدلب بمبادرة من الكويت، ألمانيا وبلجيكا،
ويفترض أن يستمع مجلس الأمن إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سوريا وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسون. ومعنا من تركيا المتخصص في الشأن التركي طه عودة أوغلو. أهلا وسهلا بك سيد طه. بداية، كيف تقرأ هذا الاتصال بين الرئيسين التركي تحديدا والرئيس الأمريكي بخصوص إنشاء منطقة آمنة في إدلب السورية؟ مساء الخير لك وسادة المشاهدين. من دون شك عن هذا الاتصال، هو جاء بعد ساعات قليلة إن صح التعبير ما بين الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو ولقائه مع الرئيس بوتين. كانت هناك مباحثات شاقة للغاية، وخاصة فيما يتعلق تفضل سيد. فيما يتعلق بالوضع في إدلب، أعتقد الاتصال الأمريكي التركي بالأمس هو ركز بشكل كبير على الوضع في إدلب وتطور نتائج المباحثات التي أجراها مع بوتين، ومن دون شك موضوع المنطقة الآمنة والمحاولة أو الطرق أو الجهود التي بذلت خلال الفترة الأخيرة الماضية والخطوات القادمة فيما يتعلق بآلية عمل تشكيل هذه المنطقة. نعم سيد طه، يعني رغم زيارة الرئيس التركي إلى روسيا، حمل أردوغان الحكومة السورية تحديدا مسؤولية فشل تطبيق سوتشي. برأيك كيف سيتعاطى نظام بشار مع المنطقة الآمنة تحديدا، وهل ستخضع حكومة بشار إلى ضغوطات روسية في هذا الموضوع وفي هذا الملف؟ يعني التصور مع موضوع المنطقة الآمنة هو يعني اليد العليا هي الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظنا قبل فترة كان هناك تهديدات أو بعض الخطوات فيما يتعلق بمحاولات قوات سوريا الديمقراطية بالتحالف أو الاتصال مع قوات النظام، ولكن كل هذه الخطوات هي لم تجد نفع، ولكن كانت هي رسائل فقط. بتصور النقطة الأساسية هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تقرر في هذا الموضوع. روسيا إلى حتى هذه اللحظة هي غير، يعني لا أقول أنها غير رافضة لهذا المشروع، ولكن لها قلق أو مخاوف. هي لا تريد يعني أن تكون على حساب مشاريعها وعلى حساب أيضا وصول اقتدام مساحات من مناطق قوات النظام السوري، وهذا ما لاحظناه في الفترة الأخيرة، حالة من التباعد والغضب الروسي حيال تركيا التي هي خطط خطوات سريعة فيما يتعلق بالعلاقات التركية الأمريكية وفي الاتفاقات والتفاهمات، والتي أفضت إلى هناك اتفاق لا أقول نهائي ولكن مبدئي فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة. نعم سيد طه عودي أوغلو، حدثنا مباشرة من تركيا، حضرتك متخصص في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك. أعلنت تركيا أنها ستتطلع إلى بدائل في حال استبعدتها الولايات المتحدة من برنامج بيع مقاتلات F-35 في عقب حيازة أنقرة نظام الدفاع الروسي S-400. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في خلال زيارته لأستونيا إن بلاده بحاجة إلى مقاتلات، وإذا تعذر شراء F-35 فسيتم البحث عن حلول. وكانت تركيا وصفت القرار الأمريكي باستبعادها من برنامج مقاتلات F-35 بأنه مشحف. من تركيا معنا الكاتب والمهتم بالشأن التركي سيد مصطفى أوغلو. سيد مصطفى، في حال أمريكا استبعدت هنا تركيا من برنامج مقاتلات F-35، ما هو توجه تركيا بهذا الخصوص؟ مساء الخير لكم ولكل المشاهدين الأعزاء. طبعا تركيا يعني مرت بتجربة يعني مريرة عندما كانت بحاجة إلى صواريخ الباتريوت، وتم سحب هذه الصواريخ عندما كانت هناك خلافات ما بين تركيا وروسيا. لذلك هي ومن ذلك الوقت تسعى لأن يكون هناك تنويع لمصادر الأسلحة. تركيا هي بلد بحلف الناتو ولا تريد أن يكون هناك بديل تماما، لا تريد الخروج من حلف الناتو، لكن تريد أن تكون الدول حلف الناتو وخاصة الدولة الأولى أمريكا أن تكون داعمة لتركيا. لكن عندما لا تجد هذا التجاوب فإن من حق تركيا أن تبحث عن البديل. نعم اليوم هناك توجه لتركيا نحو يعني الاستفادة من العروض الروسية. تركيا بدأت باستلام يعني القطعة الأولى من صواريخ S-400. ربما يكون هذا التصرف قد أزعج أمريكا،
لكن أمريكا يعني لم تتجاوب صراحة لما تقدمت تركيا بعدة عروض. يعني روسيا هي المرشح الأساسي هنا لاستبدال مكان الولايات المتحدة. تركيا متمسكة بحقها أن باستلام الطائرات F-35، لأن تركيا ليست هي مشتري، ليست يعني تركيا هي شريك في صنع هذه الطائرات، وهي أساسية في يعني الدول التي بدأت في تصنيع هذه الطائرات. لا يمكن إخراج تركيا بهذه السهولة، وتركيا يعني اليوم دفعت كل المستحقات من أجل استلام طائرات F-35، لكن ربما هذه الخطوة الأمريكية محاولة لسني تركيا عن الاستلام المزيد أو شراء المزيد من الأسلحة الروسية. تريد أمريكا أن تخضع تركيا لأن تعود إلى التابعية الأمريكية، لكن تركيا اليوم ليست تركيا السابقة. طيب ماذا على الإدارة الأمريكية تتفهمه؟ طيب سيد أغلم، عن الجانب الآخر هناك تقارب أمريكي تركي كذلك على المنطقة الآمنة في إدلب، من البارحة والأخبار تقول بأنه فعلا هناك تقارب على هذا الجانب، لكن هل سينعكس ذلك على هذه الصفقات برأيك؟ اليوم المشروع الأمريكي يختلف تماما عن المشروع التركي. هناك اختلاف صراحة على تسمية هذه المنطقة. تركيا تريد أن تكون منطقة آمنة بكل ما تعني هذه الكلمة، لكن أمريكا تريد أن تكون هذه المنطقة هي منطقة عازلة وليست منطقة آمنة. نعم. لذلك هناك اختلاف على ماهية وعمق هذه المنطقة، لكن أن يكون هناك بداية لتفاهم على وإقامة غرفة مشتركة لعمليات مشتركة، هذا دليل على أنه ربما يكون هناك تفاهمات على عمق ومن هي الدولة التي ستكون يعني تدير هذه المنطقة ومسيطرة على هذه المنطقة. نعم. لكن تركيا اليوم بعد حشود كل هذه القوات العسكرية تقول أنها لن تستطيع أن تصبر يعني أكثر مما صبرت، ولا تريد أن يكون هذا الأمر هو محل مماطلة، لذلك تريد أن ترى هناك تنفيذ على أرض الواقع. وأمريكا لا تستطيع صراحة نعم. أن تتخلى عن تركيا. إذن أشكرك، تنتهي سياسة يعني الاحتواء المزدوج. نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي والمهتم بالشأن التركي سيد مصطفى أوغلو، كنت معنا من تركيا، شكرا لك. أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن اتفاقا تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس مجلس الوزراء لمراجعة قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وفق جدول زمني محدد. وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن أسماء الوزراء الأربعاء الماضي بعد أن قدمت قوى الحرية والتغيير 65 مرشحا ومرشحة ل14 وزارة وخمس مجالس وزارية. اتهمت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الإمارات العربية المتحدة بشن قصف جوي على قواتها في جنوب اليمن، حيث تدور معارك مع الانفصاليين. وأعلن نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي أن القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وزنجبار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى عسكريا، وبعد أقل من 24 ساعة على فقدان السيطرة على مدينة عدن استعادها الانفصاليون اليوم بحسب ما أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي هيثم نزار. وأكد مصدر أمني حكومي أن القوات الحكومية انسحبت إلى محافظة أبين المجاورة. ومن اليمن ينضم إلينا منسق إعلام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات عادل عبد الرحيم بوزير، أهلا وسهلا بك أستاذ. يعني في البداية، ما حقيقة اتهامات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي للإمارات العربية المتحدة بشن قصف جوي على قواتها في جنوب اليمن حيث تدور المعارك مع الانفصاليين؟ أولا نترحم على الشهداء من جميع الأطراف النزاع وجميع القوات المناهضة للحوثي، وأيضا نتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى المتواجدين في اليمن. أولا أعتقد أنا من بيان نائب وزير الخارجية اليمني هو أيضا هو بيان للضغط السياسي، ولا أعتقد أنه أيضا حتى الحرب الدائرة اللي موجودة في اليمن هي حرب سياسية بامتياز.
أيضا أنت لديك الملف كامل أصبح ليس بيد أي قوة داخلية في اليمن، ولا أيضا بيد القوة الإقليمية السعودية أو الإمارات. الملف أصبح بيد أمريكا بالدرجة الأولى، وهناك أيضا مفاوضات راح سوف تعقد على حسب بعض المصادر التي سربت أن هناك مفاوضات التي سوف تعقد في مسقط بين الأمريكان، وشكل في فريق أيضا شكله الأمريكان بالتفاوض مع الحوثيين، وأيضا الحوثيين قاموا بتشكيل فريق حتى بالتفاوض نعم لحل النزاع اليمني وحسم المعركة السياسية. نعم وبالتالي في إضافة نقطة، أيضا هناك أيضا الصراع اللي في الجنوب أيضا هو صراع النفوذ بين قوى وأحزاب سياسية. نعم سيد عبد الرحيم، تحدثت في العموم لكنك لم تجبني على سؤالي في الخصوص. اليوم هناك اتهامات يعني حكومة الرئيس عبد رب منصور هادي للإمارات بشن قصف جوي على قواتها، ما حقيقة هذا الموضوع؟ لا يوجد أبدا حقيقة في صحيفة أن هناك في قصف، ولكن هناك بعض التسريبات تقول أنه في قصف من أمريكا للقاعدة، وهناك أيضا الحكومة الشرعية تقول أنه قصف من الطيران الإماراتي. نصدق من أيضا؟ لا يوجد أبدا أي بيان. البيان من الحكومة الشرعية قالت أنه في قصف من الطيران الإماراتي، أيضا الخارجية الإماراتية لم تصرح بذلك ولم توافق. طيب أيضا في سؤال مهم جدا، لا تستطيع الحكومة الشرعية أن تفصل أو تخرج الإمارات من هذا التحالف بينما تندد بالبيانات والبيانات؟ تفضل. نعم، يعني بعد استعادة الانفصاليين لمدينة عدن وانسحاب القوات الحكومية إلى محافظة مجاورة، برأيك ما هو مصير المعركة مع الانفصاليين في هذا الموضوع، وهل للإمارات دور في هذه العملية تحديدا؟ بالطبع، يعني لا يمكن أحد أن ينكر أن هناك في دعم قوي من الإمارات. الإمارات سلحت ودربت 90,000 مقاتل، بعض المصادر تقول أن 90,000 مقاتل في الجنوب، وأيضا هناك في بعض الفصائل أخرى من دول الإقليمية وقطر تدعم أحزاب سياسية مثل حزب الإصلاح. هناك في أعتقد أن الحرب لابد أن تتوقف من جميع الأحزاب ويقفون على طاولة الحوار. الإمارات تدعم والسعودية تدعم، وهناك قوة إقليمية تدعم، الإمارات تدعم القوة المجلس الانتقالي، وأيضا قطر برضو تدعم القوة الإصلاح، وهناك في نفوذ كبير في مأرب، وأيضا في أنا لا أو أيضا في قوة أيضا قوة القاعدة تحالفت مع بعض القوة الحكومة الشرعية. هذا ليس كلامي يعني، ولكن كلام عندك صحيفة واشنطن بوست، وعندك نعم. الآن رويترز تحدثت بذلك. نعم سيد عبد الرحيم بوزير، حدثنا مباشرة من اليمن، شكرا جزيلا لك. قتل 4 عناصر من حركة الحشد الشعبي في العراق، فيما أصيب آخر بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة الأنبار استهدفت دوريتهم. وفي وقت سابق أفادت مصادر أمنية في العراق عن مقتل 2 وإصابة 3 من عناصر الحشد بهجوم مسلح استهدف نقطة أمنية شرقي الفلوجة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث. أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد أن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان قيد التفاوض، وعليه أن يضمن عدم تحول أفغانستان إلى ملاذ للمتطرفين. وقال دانفورد: سنبذل جهدا لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاما. ونستقبل معنا من القاهرة تنضم إلينا كاتبة والصحفية سيدة حنان البدري. سيدة حنان، الآن ما الذي يلزم طالبان في هذا الاتفاق، خاصة وأن أفغانستان الآن تحولت إلى ملاذ للمتطرفين؟ كما تعلمين فإن المفاوضات الأمريكية مع حركة طالبان في دولة أخرى مستمرة منذ زمن طويل،
وفي كل مرة يتم التوصل إلى اتفاق ما، إلا أن هذه المفاوضات تستمر لعدم التوصل إلى الاتفاق حول بعض التفاصيل، لا سيما المتعلقة بالنقطة التي ذكرتها بالنسبة لي أن هناك عدد كبير من المطلوبين، وكون بعض المناطق في أفغانستان تحولت إلى مكان أو ملاذ آمن لتلك الجماعات. إلا أن هذه المباحثات الأخيرة على حد تحديدا كانت مختلفة قليلا، إذ أن الرئيس الأمريكي إذا نظرت في تصريحه الذي كان يحمل تهديدا كان واضحا بخصوص عدم استخدامه لكلمة انسحاب وإصراره على تواجد ما يزيد عن 8000 جندي أمريكي. هذا الرقم سيدة حنان، 8600 جندي أمريكي على الأرض هناك في أفغانستان، هل هذا كافي الآن في هذا الاتفاق ليضمن استتباب الأمن؟ بالتأكيد كافي، على الأقل من وجهة النظر الأمريكية. كما تعلمين فإن الولايات المتحدة ليست بصفد ولن تقوم أبدا، وذلك باتفاق من يحكم واشنطن سواء في الكونغرس أو في البيت الأبيض وبتوافق مع البنتاغون الأمريكي، فهم لن يسمحوا بتواجد قوات أو اشتباك قوات برية أمريكية على الأرض، وسينحصر الأمر ليس فقط في أفغانستان بل في أي مكان لا سيما في الشرق الأوسط على التعامل من الجو أو التعامل الاستراتيجي بمساعدة آخرين سواء من الجو أو عبر البر. هذا التوجه الأمريكي انعكس على ما قاله ترامب اليوم، هو استخدم تعبير سنخفض جنودنا إلى 8600 جندي وسنرى بعد ذلك، ولكنه أضاف سيكون لنا وجود دائم في أفغانستان. هذا معناه تحديدا ما قلت قبل دقائق بأن الولايات المتحدة لا تريد أن تغامر بمقتل أو بجنودها أو بجنودها في أفغانستان. نعم. الأمر الأهم والذي ينبغي أن نفهمه لو سمحتي لي وهو بس أن بإيجاز بإيجاز بس سيدة حنان، تفضلي. الولايات المتحدة تريد تهدئة شاملة من منطقة الشرق الأوسط إلى الحدود مع الصين، توطئة لخوض غمار المعركة المستقبلية والتي سيعتبر الخطر الأصفر هو الخطر القادم بعد الخطر إن صح التعبير الأخضر. نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتبة والصحفية حنان البدري، كنت معنا من القاهرة. الأزمة الحكومية في إيطاليا بدأت تنفرج، حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي توصل إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي، فكيف ساعد ماتيو سالفيني في تسريع الاتفاق؟ معجزة روما هو التوصيف الذي ناله الاتفاق السياسي بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي الإيطاليين. متابعون للأزمة الحكومية في إيطاليا قالوا إن ما جمع الحزبين وهو عداؤهما لماتيو سالفيني أقوى من أن يفرق بينهما أي شيء آخر في هذه المرحلة الحساسة. إذن توصلت خمس نجوم والحزب الديمقراطي إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، يبقى جوزيبي كونتي المنتهي ولايته متربعا على رأسه. هذا واستدعى الرئيس سيرجيو ماتاريلا كونتي اليوم وكلفه بتشكيل حكومة جديدة سيغيب سالفيني حتما عنها، ووفق النظام البرلماني الإيطالي ينبغي أن يسلم كونتي الرئيس لائحة بالوزراء وينال ثقة غرفتي البرلمان. ويذكر أن خلال الأيام الماضية حصل كونتي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في إيطاليا على دعم الأوروبيين خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس في فرنسا، ثم على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفه بأنه رجل موهوب جداً. زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي تستقيل وتسدد صفعة لجونسون، أما رئيسة جورجيا فتدخل على خط بريكزيت وتبدي استعداد بلادها لأخذ مكان بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ما زالت الردود تتوالى على إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لبريكزيت في خطوة وصفها رئيس مجلس العموم بالفضيحة الدستورية. فقد أعلنت زعيمة حزب المحافظين الإسكتلندي روث ديفيدسون التي تتمتع بشعبية كبيرة استقالتها في ضربة قاسية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غدا قراره تعليق عمل البرلمان. ديفيدسون صاحبة الشخصية القوية التي تؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي تحدثت في رسالة استقالتها عن التضارب الذي شعرت به بشأن بريكزيت وبررت قرار الاستقالة بأسباب عائلية. في المقابل أعلنت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي استعداد دولتها المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لأن تحل مكان الراغبين في الخروج من المنظومة الأوروبية. وقالت زورابيشفيلي إن جورجيا تجسد في الوقت الراهن مفارقة لأنها ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأوضحت أن 80% من الشعب الجورجي يؤيد منذ نحو 15 عاماً الانضمام إلى أوروبا. نتابع نشرة بعد فاصل قصير وفيها بشار يبحث مع وزير الدفاع التركي التعاون العسكري. أهلا بكم من جديد. أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة في كافة المحاور بالاحتياجات التي تتطلبها العمليات العسكرية. وعقد السراج اجتماعا مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن محمد علي شريف خصص لبحث تطورات الوضع الميداني في محاور القتال في منطقة طرابلس الكبرى ومحيطها والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين مدينة غريان وآليات التنسيق بين المناطق العسكرية لتأمين المنطقة الغربية بشكل عام. حي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أهالي غريان لمحاولة إفشال اختراق دفاعات المدينة بواسطة قوات القيادة العامة، كاشفا أن قوات حكومة الوفاق قبضت على آمر غرفة عمليات القيادة العامة في المدينة دون أن يحدد اسم الآمر أو توقيت وملابسات القبض عليه. واختتم بدير بتأكيد الحرص على متابعة تأمين مدينة غريان عسكريا ضد أي عدوان جديد وتوفير كافة الخدمات واحتياجات المواطنين. قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة إن تطورا مشجعا حدث في قمة الدول السبع الصناعية بشأن الأزمة الليبية. سلامة اعتبر أن التطور يهدف إلى ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية يسمح للليبيين باستعادة عافيتهم. أضاف أنه يمكن للدول المجاورة وتونس على رأسها من الاستفادة من الاستقرار في ليبيا. تصريحات سلامة جاءت عقب لقائه الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر والذي أعرب عن تقديره لجهود سلامة ومبادراته من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية، مؤكدا أن تونس ستواصل دعم وتأييد خطته في ليبيا والعودة إلى طاولة المفاوضات. ومن الزاوية ينضم إلينا الكاتب والمتابع للشأن الليبي عبد العظيم البشتي. أهلا وسهلا بك سيد عبد العظيم. يعني في البداية ماذا قصد سلامة بالتطور المشجع الذي حدث في قمة الدول السبع الصناعية بشأن الأزمة الليبية؟ مساء الخير لكم لمجتمعكم الكرام. دون شك اجتماع دول السبع الكبرى على هامش المؤتمرين وإقرارهم بضرورة إيجاد مخرج للأزمة الليبية، وأنه تم الإعلان عن سيكون مؤتمر قادم من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة. يعتبر تحول مهم جدا يجب يأخذ بعين الاعتبار باعتباره مساهمة كبيرة أو يعني ربما متأخرة جزئيا، ولكنها أتت في وقت نحن في أشد الحاجة إليه له. دون شك استمرار هذه الحرب المدمرة، هم يدركون هذا الأمر والانفلات الأمني الكبير في ليبيا وعلى أنه قد يمضي أكثر من ذلك، سوف يكون شكل مخاطر
على موضوع الجانب الامني في ليبيا، هذه الصحراء الفرعونيه الاخرى والتي بالامكان استغلها قوات داعش والقاعده وكل القوات الارهابيه المتطرفه. ايضا حقول النفط ستكون عرضه لمخاطر كبيره وممكن يتم استخدامها حتى من هؤلاء. كل هذه الامور جعلت الدول السبع الكبرى رأت انه من المناسب، وبعد تاخر كبير ربما كان سببه باعتقادي حتى تصوري انهم كانوا يعتقدون ان الحرب ستكون حرب سريعه وقاطفه يستتب الامر فيها للسيد حفتر، ولكن عندما استمرت هذه الحرب طويلا ادركوا انه لا بد من مخرج، ودعوتهم الى مؤتمر مصالحه هذا خطوه مهمه اراها يجب ان يستغلها الليبيون بشكل جيد، وانا اثق السيد غسان سلامه انه سيتابع الامر بجديه وباهتمام كبير. سيد البشتي، نعم سيد البشتي، يعني حين يتحدث سلامة عن هذا التطور يقول إن هذا التطور يهدف تحديدا إلى ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية، ألا تعتقد أن هذا الكلام إلى حد ما هو كلام إعلامي مبالغ فيه، خصوصا أن هذه الدول تحديدا كل دولة منها لها مطامع في الداخل الليبي، عن أي موقف موحد يتحدث سلامة؟ ولكن هذا متغير، يعني كانت بعض الدول كانت تعيق اجتماعات مجلس الامن لصالح محاوله نقاش الموضوع الوضع الليبي، كانت بعض الدول تتخذ قرار الفيتو وتمنع وتعيق اجتماعات من هذا النوع لطرح المساله الليبيه للنقاش، ومساعي السيد غسان سلامه لعوده الاطراف المتصارعه الى مائده الحوار، كل هذا كانت يعني امريكا خاصه دول اخرى ايضا اتخذت مواقف عاقت فيها ايجاد صيغه سلميه للحل في ليبيا. الان اعتبر ان هذا تحول كما قلت لك، اعتقد ان كانوا يتصوروا ان ممكن الحرب تحسم سريعا وبالتالي يعفيهم من هذا الاحراج الذي طبعا كدول كبرى تتحمل بدون شك احراج معنوي بانها تقف متفرجه على حرب مدمره بهذا الشكل حسب نتائجها الكبيره والكارثيه التي حدثت، ولكن هذا التغير النوعي، هذا التغير في الموقف اعتقد انه يعني فرضته الظروف على الارض وعدم يعني عدم وجود حل وعدم نجاح محاوله السيد حفتر لدخول طرابلس، كل هذه الامور ارى انها تدفع هذه الدول ولمصالحها خاصه. نعم لقد وصلت الفكرة. نعم سيد عبد العظيم البشتي الكاتب والمتابع للشأن الليبي حدثتنا مباشرة من الزاوية، شكرا جزيلا لك. بحث وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مع وزير الدفاع التركي خالوصي أكار سبل تعاون بين البلدين وخصوصا المجال العسكري. تأتي هذه المباحثات خلال زيارة باشاغا إلى العاصمة التركية أنقرة، والتي تضمنت أيضا مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. من طرابلس ينضم إلينا المتابع للشأن الليبي سيد محمد الهنجاري. سيد محمد، في أي إطار تأتي هذه الزيارة ويأتي لقاء باشاغا مع وزير الدفاع التركي برأيك؟ اولا تحيه ليك وتحيه لكافه المشاهدين، والحقيقه ان هذه الزياره تاتي في اطار التعاون المشترك بين ليبيا وبين دوله تركيا في عديد المجالات الامنيه والعسكريه. المعروف تركيا لها موقف مشرف مع حكومه الوفاق في الدعم السياسي والدعم العسكري لمواجهة العدوان على طرابلس ومحاولة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في إعادة الديمقراطية والاستقرار إلى ليبيا. نعم تعاون على أي، أنت ذكرت الآن وحتى يعني في ملخص هذه الزيارة ذكرت مسألة التعاون على أصعدة عديدة تحديدا، لكن التعاون على أي صعيد هنا وفي ظل هذه الحرب في ليبيا؟ أعتقد التعاون العسكري يعني وهذا حق شرعي، دفاع عن النفس بالنسبة لطرابلس التي غدر بها من قبل المجرم حفتر الذي تدعمه
مسبق الإمارات ومصر والسعودية وفرنسا بجميع أنواع الأسلحة. لكن ألا يأتي هذا كذلك في إطار التدخل وهو ما تتهمون به الطرف أو يتهمون به الطرف الآخر كذلك؟ الحجة على من بدأ في التدخل، التدخل لم تبدأ به حكومة طرابلس، بالعكس حكومة طرابلس كانت تنتظر حتى في دمج المؤسسات وإعادة هيكلة الجيش داخل مؤسسة الوفاق أو حكومة واحدة، ولهذا لم تقم حتى بإخراج دفعات جيش أو التسليح أو غيرها إلا بعد ما حصل من الغدر الذي غدر بحفتر السراج وغدر بالشعب الليبي سنوات من طيلة سنوات 4 سنوات أو أكثر، وهي حكومة أبو ظبي ومصر والسعودية وفرنسا تقدم الدعم السياسي والدعم العسكري وتدافع، وهي حرب بالوكالة فعلا، أصبح حفتر وكيل لتدمير ليبيا، دمر بنغازي، نعم، وكذلك دمر درنا طيب سيد الهنغاري كذلك يقال من الطرف الآخر نفس الكلام اللي حضرتك تتحدث به الآن، اتهام الطرف الآخر بأنه يقود أو بأنه لا يقود الحرب، إنما هي حرب بالوكالة مثل ما ذكرت الآن، وهذا يعود بنا إلى مسألة أنه هناك دول أخرى هي من تسير في الوضع الليبي إن صح التعبير. هناك حديث كذلك على جنود أتراك موجودين في الأرض في ليبيا، هذا يأتي من إطار التعاون كذلك؟ إيه، هناك فيلق تركي تكون من 50,000 جندي تركي. نعم. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد محمد. طيب عاد لنا من جديد سيد محمد. نعم. فقدنا الاتصال فقط مع حضرتك ثواني يعني محسوبة، تفضل حضرتك. قلت لك هذا هراء جدا، الطرف الآخر 4 سنوات يشحن ومقاتلة وأخوان ومهربين وسراق وغيرها وميليشيات، هو أتى بالميليشيات، ميليشيات الكرنيات وغيرها، هذه ميليشيات مجرمة قامت بأكثر من 300 جريمة، الآن هي التي تقاتل مع حفتر، عادل دعاء، حبوطات من ورشفانة، غيرها كلها ميليشيات مجرام خبر السلام المتطرفة في الجنوب، فحين أتى بهم دمروا جنوب طرابلس، دمروا شردوا نهبوا سلب، يعني يا ريت تديروا لقاءات مع الناس اللي تضرر في جنوب طرابلس وكيف تم الدمار، هل هذا فعلا هذا تدخل الامارات؟ هذا تدخل، لكن حق الدفاع نفسي ان نستعين بصديق، نستعين باي قوه تحميني، هناك الدول تحمي القيمه الانسانيه. وصل. نعم سيد محمد. نعم هو فقط لوقت النشرة، أشكرك جزيل الشكر ويحترم رأيك أكيد طبعا، كل الآراء تحترم في هذه النشرة، شكرا جزيلا لك المتابعة للشأن الليبي سيد محمد الهنغاري، شكرا لك. نتابع النشرة بعد فاصل قصير، وفيها فيضانات جارفة في المغرب تودي بحياة 7 أشخاص، في المغرب فيضانات غزيرة تضرب جنوب البلاد بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا وتودي بحياة 7 أشخاص على الأقل. قتل 7 أشخاص على الأقل في فيضانات جارفة ضربت بلدة في أقليم تارودان جنوب المغرب، وقالت السلطات المحلية إن هذه الفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة تهاطلت على المنطقة. وفي نشرة إنذارية حذرت مديرية الأرصاد الجوية من أمطار رعدية قوية، وأظهرت مقاطع فيديو أشخاصا يتابعون مباراة في كرة القدم قبل أن يخرج نهر عن مجراه ويفيض على الملعب وسط صراخ الأهالي. وأكدت السلطات المغربية أن الضحايا 7 كانوا من متابعي تلك المباراة، مشيرة إلى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات. في البلدان المتقدمة الشعب قادر على تحويل المصائب إلى فوائد وليس لغيره، هكذا فعل الإيطاليون بثورة بركان سترومبولي. استطاع الإيطاليون بعبقريتهم السياحية تحويل ثورة بركان سترومبولي إلى موضع جذب سياحي،
فنظموا الرحلات للسياح الراغبين في مشاهدة عمليات إطفاء الحرائق الناجمة عنه بواسطة 4 طائرات كندار يستخدمها رجال الإطفاء، بالإضافة إلى وسائل أخرى مناسبة لمثل هذه الحالات الخاصة. هذا نهاراً، أما ليلاً فينحسر مشهد الإطفاء لصالح مشهد يترفق السياح لرؤيته ومقارنته بالألعاب النارية. سائح فرنسي قال: رأينا انفجارا كبيرا وسمعنا زئيرا عاليا جدا ورأينا تدفق الحمم البركانية، لقد كانت مثيرة للإعجاب حقا. وكثيرا ما كان السياح يصعدون إلى قمة البركان التي ترتفع 950 مترا عن سطح البحر وينظرون إلى فوهته وقت سباته. وفق موقع geology.com، سترومبولي الواقع في جنوب إيطاليا قبالة سواحل صقلية هو واحد من أكثر البراكين النشطة في العالم، وقد تفجر بشكل مستمر تقريبا منذ عام 1932. أفريقيا موطن الإنسان الأول تقدم لنا يوما بعد يوم معلومات جديدة عن أجدادنا القدماء. اكتشاف جديد في أثيوبيا يضيء على بدء ظهور الإنسان العاقل. على بعد 550 كيلومترا شمال شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبيبا، اكتشف العلماء جمجمة شبه كاملة لذكر بالغ عاش قبل 3,800,000 عام، وهو أقدم 600,000 عام من الهيكل العظمي الجزئي الملقب بلوسي الذي اكتشف عام 1974 على بعد 55 كيلومترا من الموقع الحالي في منطقة عفار في إثيوبيا. MRD كما أسماه العلماء ولوسي يقفان معا للإضاءة على الأجداد البشريين الأوائل. ويقول الباحثون إن صاحب الجمجمة سكن على ما يبدو شجرة يابسة بالقرب من دلتا النهر والبحيرة، وتظهر عظامه أنه كان يمشي منتصبا، وحجم دماغه يدل على بدء سلسلة من الأنواع تؤدي إلى الإنسان العاقل الذي ظهر لأول مرة قبل حوالي 300,000 سنة في إفريقيا. والآن إلى كارلا والصفحة الاقتصادية. مساء الخير كارلا. مساء الخير وليد. مساء الخير راغدة. نور. حذر ديوان المحاسبة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة من عدم تطبيق شروط وقواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة الشركات، ولفت الديوان إلى أن عدم تطبيق قواعد الحوكمة سيؤثر ويضر بالشركات على الصعيد المالي والإداري، الأمر الذي سيفقدها المصداقية والثقة، مشددا على جديته في متابعة هذا الملف بالشكل القانوني. توصل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى جملة من التوصيات التنظيمية بشأن مستقبل توظيف العمالة المصرية في ليبيا، ومنها السعي للوصول إلى اتفاق يضمن توافد العمالة المصرية إلى ليبيا بسلام، واعتبار مشاركتها في تنفيذ خطة ومشاريع إعادة إعمار ليبيا أولوية لدى اتحاد نقابات عمال مصر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضين من الولايات المتحدة والصين سيعقدون محادثات تهدف لتخفيف التوترات التجارية بين البلدين، وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير اليوم بعدما بدت الصين متفائلة إزاء التوصل إلى حل للنزاع التجاري القائم منذ فترة مع الولايات المتحدة، مما هدأ مخاوف المستثمرين من خطر حدوث ركود. رفضت الولايات المتحدة تقديم حزمة مساعدات طارئة بقيمة 20 مليون دولار للمساهمة في الحد من الحرائق التي اندلعت في غابات الأمازون، وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قد صرح بأن واشنطن مستعدة لمساعدة البرازيل على مكافحة الحرائق عبر التنسيق مع الحكومة البرازيلية خلال قمة مجموعة الدول السبع. النفط يتراجع بفعل مخاوف الاقتصاد الأمريكي، فيما أسعار الذهب إلى ارتفاع.
أسعار العملات الأجنبية تتراوح بين ارتفاع وانخفاض أمام الدينار الليبي، وماذا في البورصات العالمية؟ بهذا نأتي إلى ختام الفقرة الاقتصادية وننتقل إلى الفقرة الرياضية. تأهل أياكس أمستردام لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز على نيكوسيا القبرصي 2-0 عقب التعادل السلبي الأسبوع الماضي، وستسحب قرعة دور المجموعات لدور الأبطال اليوم الخميس. في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس واجه حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش صعوبة في الفوز على الأرجنتيني خوان إغناسيو بنتيجة 6-4 و7-6 و6-1 بعدما تفاقمت إصابة كتفه الأيسر، وهو ما كاد أن يخرج اللاعب الصربي من مباراة الدور الثاني. وبدأ المصنف الأول في البطولة متألما في بعض لحظات المباراة وطلب وقتا للعلاج أكثر من مرة، وقال ديوكوفيتش الفائز باللقب 3 مرات إن حالته ستقيم اليوم الخميس، ويأمل بألا يشعر بألم من أجل مباراته المقبلة يوم الجمعة. وفي منافسات السيدات نجت سيرينا ويليامز من مأزق في الدور الثاني لتفوز على الأمريكية كاثرين ماكنالي المشاركة ببطاقة دعوة بنتيجة 5-7 و6-3 و6-1 وتحافظ على آمالها في معادلة الرقم القياسي بحصد اللقب 24 في البطولات 4 الكبرى. سيرينا المصنفة 8 عالميا التي حصدت لقبها الأول في أمريكا المفتوحة قبل ولادة منافستها البالغة من العمر 17 عاما، واجهت صعوبة في التعامل مع إرسال ماكنالي في النصف الأول من المباراة قبل أن تقلب الأمور لصالحها في النهاية. والآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير. في النهاية نذكركم بموقعنا الإلكتروني وسط دوت تي في. دمتم بأمان الله.